اليوم اللي خلينا نرجع نذكر انه هذا اليوم الماراثون، سموه الماراثون للتلقيح، هو الهدف منه انه نشجع اكبر نسبه من المواطنين اللبنانيين اللي ما اخذوا اللقاح بعد بالاسترازينيكا تنكون محددين اكثر انه يجوا يحضروا. هي ضمن السياسات اللي احنا كلنا دائما ندعي لها حتى بلجنه الصحه النيابيه، انه نقدر قد ما فينا نوسع انتشار المراكز التلقيح حتى نرغب الناس اكثر واكثر انه ياخذوا اللقاح. التجربه اليوم هي الاولى من نوعها، بتصور على اكثر من 25 مركز بلبنان. بنتامل حسب اللي شفته انا لحديت هلا من حضور، وصلنا حوالي ساعتين بالبروسيس هاي، عم بيكون اعداد هائله من الناس، وهذه مبادره حلوه واشاره ايجابيه انه الناس واعيين انه لازم ياخذوا اللقاح. ورغم انه محدد هو من 30 لل 65 من العمر، بس الحضور عم بيكون مميز وناس محمسين للموضوع، وان شاء الله يكون بالمستقبل نقدر نعمل نفس نوع من الماراثونات هدول لنقدر قد ما فينا نوصل لهدف عالي كتير، وهو المناعه المجتمعيه اللي نحن دائما عم نقول نرتاح من الوباء لازم نوصل نسبه 70% من التلقيح. نحن بلبنان بعدنا على تقريبا حوالي 13% عدد اللي تم تلقيحهم، يعني عندنا بعد شوط عالي جدا بين الجرعه الاولى والثانيه، وبنتامل هيدا الماراثون انه يتكرر وبمراكز اكثر بكثير بالدوله اللبنانيه، وانه المواطن يتجاوب كمان وياخذ مسؤوليته جديه نقدر نتعافى ونرجع نبدي نحن بلدنا واقتصادنا. والتلقيح هيدا للمقيمين بلبنان، يعني اي مقيم موجود بلبنان اليوم يستوفي الشروط، تسجل على المنصه تبع وزاره الصحه، اليوم هالشخص هيدا بيقدر يجي يتلقح. اليوم الناس لازم يعرفوا انه لهم دور اساسي باعاده نهضه البلد واقتصاده، ولنقدر نرجع نبني البلد من جديد بدنا نرجع اول شيء نامن حالنا بالشق الصحي. الوباء كان اثره قاسي جدا وبعده موجود، ولازم الناس تكمل وتنبه كمان بالإجراءات المطلوبة منها، وبنفس الوقت مطلوب منا تروح على مراكز التلقيح اللي موجودة وصار موجودة بكل الأماكن بغض النظر عن اليوم الماراثوني اليوم، وياخد اللقاح أي لقاح، وإذا خوفين شوي يستشير طبيبه إذا نأزين شوي من اللقاح، بس في ضرورة أنه ناخد اللقاح إذا بنرجع بقى لنفعل اقتصادنا ونرجع لحياتنا الطبيعية. اللي خليني أقول بموضوع الأسترازينيكا، بدنا ننبه من شيء اسمه ديس انفورميشن وفيك نيوز، أخبار كاذبة. اليوم في دول عديدة منها إنجلترا ملايين من العالم الطعم وأخذوا الأسترازينيكا. برجع بقول النسب الاثار الجانبيه او حتى الوفيات كان قليله جدا اذا بدي ارينا انا للاعداد اللي اخذوها الناس. خلينا نكون واعيين، اليوم الانسان بالعمر معين اللي حددته الوزاره هو واضح من 30 ل 65، اذا اي شخص عنده خوف او عنده وضع صحي معين يرجع دائما يراجع طبيبه ويتاكد انه بيقدر ياخذ اللقاح. وغير هيك لحديت هلا الامور ماشيه تماما، ما شفنا نحن ولا بيانات من لجنه اللقاح بتحذر من اي عوارض اساسيه لهاللقاح. يعني المفروض اليوم نحن برجع بقول ناخذ اللقاح لانه هيدا اللقاح بعده امن بكثير ما انه نتعرض لاصابه، وشفنا نحن الضغط اللي صار على نظامنا الاستشفائي والمعاناه، معاناه الناس اللي كانوا بوزيتيف بكورونا وقد ايه عانوا ليرجعوا يصحوا ويكملوا حياتهم.